ما صحة حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها؟ ذكر صاحب الروض بأن رجاله ثقات. هذا الحديث مشهور والذي يظهر ويغمر على ظني ويغرب على ظني أنه لا بأس بالرجالة، ويدل على التمكين الجمعة والحرص على المبادرة إليها والقرب من الإمام والإنصات سماع الخطبة، وجاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة تدل على شرعية التمكين والمسارعة إلى الجمعة والاحتساب فيها والطيب والقرب من الإمام والإنصات، كل هذا من القرب العظيمة.